السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نفطم وجبة من فراخ الرز وفراخ الفشل. هاي فراخ فطمنا أول فرخ طلناه. هاي الفراخ كبرت وصارت تعتمد على حالها. صار وقت إن نشيلها عساس نجهز الزوج لعش جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نجمعها ونرجع لكم. فصلنا فراخ الفشر، طبعا راح اخليها، ما راح ابيعها، راح اخليها عندي لحتى اعمل منها ذكور واناثي منتج ان شاء الله. طبعا احنا هون الفراخ حطيناها بهذا المكياج بعض، راح نحطها عند هاي الفراخ بس ما راح نطلقها مباشرة عندها، راح نحطها جنب باب القفص، نحطها هون جنبها لحتى يتعودن على بعض. راح نخليهن بهذا الشكل يومين ثلاث، راح يتعودن عليهن، راح نطلقهن عندهن إن شاء الله. طبعا فطمنا فرخين عند هذا الزوج، فطمنا هدول فرخين جاهزات بصحة جيدة. راح نطلعهن برضو على غرفة الإنتاج فوق، وراح نخليهم في القفص هيك لحتى الطيور تقلفها بالغرفة، وإن شاء الله راح نطلقها كمان يومين بيناتهم بدون أي مشكلة. طبعا تعرفوا بهاي المرحلة راح نهتم بوضع الفيتامينات وعظم الحبار، وراح نهتم بوضع الأغذية المفيدة للطيور أساس إيش ندير بالنا عليها وما نخسرها. طيور الحمد لله بصحة جيدة، راح نطلعها لغرفة الإنتاج إن شاء الله وراح نرجع. طبعا بعد ما شلنا الفراخ من عند الأزواج راح نبدأ نجهز لعش جديد. أنا اليوم راح أحط لهم خلطة البيض مع الجزر، راح أضيف لهم عليهم حلبة، راح أحط لهم في المسكة حلبة إن شاء الله، غليت حلبة، والحلبة كثير محفزة للتزاوج إن شاء الله. راح نعلق الطيور وراح نشوف إنتاج جديد بإذن الله.